إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم عظيم. قال في محكم التنزيل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، ثم قال: بأبي هو وأمي، لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم ذروني ما أمرتكم. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه، وأوردنا حوضه واسقنا بيده شربةً هنيئةً لا نظمأ بعدها أبداً، والحقنا اللهم به غير مبدلين ولا خزايا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثةٍ بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أحبتي في الله، بداية أسأل الله العلي القدير أن يكتب لنا ولكم جميعا حج بيت الله الحرام وزيارة رسوله خير الأنام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا ولكم الوقوف على عرفات، اللهم آمين يا رب العالمين، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام، وأن يصل بهم إلى هناك ثم يعود إلينا سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين، وقد أجاب الله دعاءهم وغفر ذنبهم وستر عيبهم، اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد، أقف اليوم وقفات ودروس واستلهامات من الحج، هذه الشعيرة الخامسة في أركان الإسلام التي جعلها الله تبارك وتعالى قيد الاستطاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لا يكتمل إيمان العبد حتى يؤدي هذه الفريضة إذا كان مستطيعا، فهي فريضة قيد الاستطاعة. أسأل الله أن ييسر لي ولكم جميعا حج بيت الله الحرام، حتى يكتمل الدين، حتى يكتمل الدين ويكتمل الأجر، وتعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد أو رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هنيئا له، هنيئا للحاج ولمن استغفر له الحاج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول البيت فسمع رجلا يدعو ويقول: اللهم اغفر لفلان ابن فلان، اللهم اغفر لفلان ابن فلان. فالنبي سأله قال: من فلان هذا؟ مين اللي انت ناسي نفسك وبتدعي له ده؟ مين فلان هذا؟ قال الرجل الحاج يعني، قال: يا رسول الله، ذاك رجل حملني أمانة أن أدعو له بين الركن والمقام، الركن اليماني في الكعبة، والمقام مقام سيدنا إبراهيم في هذه الزاوية في الكرف ده اللي يوجد فيه الحجر، اللي يوجد فيه الحجر الأسود معذرة. فالرجل قال: ذاك رجل حملني أمانة
أن أدعو له ما بين الركن والمقام. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر فقد غفر الله لصاحبك. إذا كان الله قد غفر للمدعو له فما بالكم بالداعي؟ ولذلك قال الله، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر لهم الحاج. ودي رسالة للإخوة الحجاج، أنهم يذكروا المسلمين في دعواتهم، فيدعو للأفراد وللمجتمعات وللشعوب وللأمم. ده مكان الدعوات. سيدنا عمر وقف عند الحجر الأسود وظل يدعو ويبكي ويقول: ها هنا في المكان ده تسكب العبرات وتغفر الذلات وتستجاب الدعوات. الحاج اللي رايح هناك مش رايح يعني يعمل شابك وخلاص، مش يخلص اللفتين اللي عليه ولا السبع لفات ويطلع يجري عشان يجيب شوية بطاطين وشوية ملايات. لا، مش دي الرسالة. أنت ذهبت لكي تعود وقد غفر الله ذنبك وستر عيبك، وعندك أمة، أمة مريضة، أمة مهلهلة، عندك مقدسات مغتصبة، عندك دماء مستباحة، أهلك وناسك وأحبابك دول جزء منك. من لم يهتم بأمر المسلمين إيه؟ فليس منهم. أنت مسلم، أنت جزء من كل. إحنا عندنا 1,700,000,000، مش كده؟ مش عدد المسلمين 1,000,000,000 أو يعني خلاص وثلاث أرباع 1,000,000,000. 1,000,000,000 و3/4 اختاروا منهم مجموعة 3-4 مليون يروحوا يزوروا حج، يزوروا بيت الله الحرام. وإحنا بنقول لـ3-4 مليون ما تنسوش بقية 1,000,000,000 في الدعوات، ما تنسوش في 1,500,000 مبتلون. إن قلت في فلسطين فصادق، وإن قلت في كشمير فأنت صادق، وإن قلت في الشيشان فأنت صادق، وإن قلت في مصر واليمن والخليج وفي كل بلاد الإسلام فأنت صادق. أمة، أمة مستباحة، أمة مصابة، أمة ضعيفة، تحتاج إلى دعوات. حج بيت الله الحرام يذكرنا بهذا. ودي رسالة الإخوة الحجاج وللمقيمين كذلك. واحد يقول لك: والله خلاص الشيخ بيتكلم عن الناس اللي هيحجوا، أنا مش شاغلني الموضوع. أقول لك: لا، إذا كان الله لم يكتب، أو إذا كنت حرمت، حرمت من الحج هذا العام، إذا كنت حرمت من البيت فلا تحرم نفسك من رب الإيه؟ من رب البيت يا أخي. حتى لو أنه حيل بينك وبين البيت، الله ما قال فليعبدوا البيت. ماذا قال الله؟ قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا إيه؟ رب هذا البيت. احنا بنعبد الله سبحانه وتعالى، لا نعبد الكعبة، نحن لا نعبد الحجر الأسود. اللي هم مش عارفين القصة ده، نحن لا نقدس الأشياء، لكن لكل منها في مكانه قدر ومقام. المنبر ده قطعة خشب، مش كده؟ واللي انت راكن ظهرك عليه ده قطعة خشب، بس اركن وما تنامش، ناس بتيجي بدري يعني، يبقى ده قطعة خشب، والحائط ده خشب، وعزك الله الشلف اللي بتحط عليه الحذاء ده قطعة ايه؟ خشب. لكن هل تستوي قطعة المنبر وقطعة الشلف؟ لا. حتى انت نفسك ده منبر يا ابن حاسب، لو ابن ما تدخلش المسجد بالحذاء، مع ان ده كربت والتاني كربت. كذلك الكعبة هي حجر، لكن حجر له منزلة وله قيمة وله قدر، وحتى الحجر الأسود له قيمة وله قدر. حتى سيدنا عمر لما قال المقولة المشهورة اللي احنا حافظينها: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، سمعه سيدنا علي رد عليه. احنا مش حافظين رد سيدنا علي، احنا حافظين عمر بس. سيدنا علي سمع عمر يقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فقال علي: والله إنه يضر وينفع، إنه يمين الله في الأرض. سمعت رسول الله يقول: الحجر الأسود يمين الله، يعني يد الله في الأرض، فمن مسه أو قبله فكأنما صافح الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا تقبيل الحجر الأسود وطواف حول البيت يا رب العالمين. حج يا إخوة، الحج يذكرنا بالآخرة، في الثياب الأبيض وفي الترحال وفي الخروج من حالة إلى حالة، لبس معين كلبس الكفن ليس فيه المخيط وليس فيه كذا وليس فيه كذا، أشعث أغبر، تتحرك حيث مراد الله. أنت ليس لك اختيار في الحج، يعني ما يجيش واحد مثلا كي يسيب الناس زحمة يوم عرفات يقول لك الناس اللي ودني عرفات في يوم 9 ده، أنا يوم 9 ده نقعد في الحرم، ونروح عرفات يوم 11 يكون فاضي. لا، ماليش في الكلام ده. أنت تسير كما أمر الله. يوم 8 في منى، حاضر يا رب. يوم 9 في عرفات، حاضر يا رب.
يوم 9 بعد المغرب في مزدلفة، حاضر يا رب. ما ينفعش، لو أنك نزلت من على عرفات قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة بطل حجك. فعش، حاضر يا رب. تلتزم التزام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطاعنا. هو المسلم كده. الحج بيعلمك الرسالة دي، يعلمك أن أنت مقبل على الله تبارك وتعالى، فتلتزم تستمع. والناس، أنا كنت العام الماضي هنا وقبل ذلك كنت في مصر، والله التليفون ما يقف، الناس يتصلوا من هناك، المعارف والأصحاب يعني، حتى مش مكفين مشايخ اللي هناك. يا شيخ والله أنا عملت كذا، الحج صح ولا غلط؟ بالله عليك، يعني خايف على الحج بتاعه، عاوز العمل يقبل. هو هناك كذلك، وهي رسالة بعد الحج، أنك تسير إلى الله تبارك وتعالى، فأنت حريص على القبول. الذي حرم من الحج هذا العام حاله كحال الرجل الصالح الفقير، لما نظر الناس واخدين التأشيرات والباسبورات كده ورايحين يركبوا، هو حرم فنظر إليهم وقال بلسان حاله: يا ذاهبين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما، يعني رحتوا بأجسامكم بالبضي، يا ذاهبين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وصرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر، عندنا أعذار، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. اللي عنده عذر زي اللي راح، في ظروف خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيعوض. رسالة للجميع، هالحج يذكرنا بالآخرة ويربطنا بالله تبارك وتعالى. ودي رسالة للناس السابقين بقى، اللي بيسابق وعاوز الأجر. إذا كنت حرمت من البيت فلا تحرم نفسك من رب البيت. سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو يؤدي الحجة وجد الناس يتسابقون في المناسك، ركبين الجمال والإبل وبيسرعوا يعني، فقال عمر بن عبد العزيز: ليس السابق من سبق بعيره، مش اللي سابق اللي تقدم خطوة، ولكن السابق من غفر ذنبه وقبل حجه وستر عيبه. هو ده، ليس السابق من سبق بعيره، دي رسالة يا إخوة، ولكن السابق من غفر ذنبه، ممكن ربنا يغفر لك وانت في مكانك، وستر عيبه وقبل حجه، دي رسالة. لكن المسلم واحنا في الحج نفسك تكون دائما تتطلع الى الاعلى، نفسك تنظر الى معالي الامور وليس الى سفسافها. ان الله يحب معالي الامور ولا ينظر الى سفسافها كما جاء في الاثر. ولذلك سيدنا عمر اللي احنا بنضرب به مثال كان يقول كلمة مشهورة، ماذا يقول؟ يقول: ان لي نفسا تواقة. عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين، يقول: ان لي نفسا تواقة. عارف تواقة يعني ايه؟ يعني تحب التطلع، يعني لا تقنع بس في الخير. احنا ممكن واحد يجي امريكا يقول لك انا اخري في امريكا ان شاء الله سنة او اتنين، نعمل بس مصلحة صغيرة كده وخلاص، وبعد سنة او اتنين يقول لك طب بس بمرة يعني نعمل اوراق، طب اقدم على الجرين، فربنا ياخد الجرين بعد 3 4 سنين 5 سنين، طب بالمرة كمان 3 4 سنين ياخد السيتيزن، يعني مش فرصة يا شيخ وبتاع، وتاخد الباسبور الامريكي وبعد ما ياخده طب بس كمان 3 4 نعمل كذا، وفي الاخر ايه؟ يموت ويخلص. ما هي البلد دي بتاكل الناس، شفت القلم الرصاص؟ تفضل يتاكل في آلة البراء حتى ينتهي العبد. هو ناسي نفسه، هو يغفل حقيقة الأمر، ناسي شغال دنيا. وربنا يقول له: خلي بالك يا أيها الإنسان إنك كادح. شوف القرآن، إنك كادح إلى كادح، يعني بتبذل وتعبان وشغال، بس يا رب يكون في ثواب وفي خير وبتسعى بالحلال. إنك كادح إلى ربك كدحا فيه فملاقيه، تفضل شغال وفي لحظة تذهب إلى الله تبارك وتعالى. فسيدنا عمر يقول: إن لي نفسا تواقى، عندي نفس عندها تطلعات، لا أرضى بالدون، لا أرضى بأي شيء. يعني المسلم لازم يكون عنده همة عالية، همة تنضح السحاب. إن لي نفسا تواقى ما تاقت إلى شيء إلا وصلت. يا سلام، ما تاقت إلى شيء إلا وإيه؟ ما عندوش عجز. محمد إقبال فيلسوف العصر، شاعر الهند، شاعر الإسلام المعروف، يقول: المسلم القوي هو قضاء الله وقدره، فإذا أراد شيئا كان. والله ده كلام كبير. المسلم القوي هو إيه؟ هو بنفسه قضاء الله وقدره، فإذا أراد شيئا كان. يعني أنت تستطيع، يو كان، بس لو أنت عاوز، مش كده؟ if you need، يعني لو حضرتك فعلا عاوز تعمل دي تستطيع أنك تعملها. لكن المسلم البليد أعزكم الله
هو الذي يقول قدر الله وما شاء فعل. حضرتك فشلت لي في البزنس، قدر الله وما شاء فعل. انت فشلت لي في الكالج، فقدر الله وما شاء فعل. مش كده؟ كأن الله لا يقدر الا ليه؟ الا الفشل. انت خرب بيتك ليه؟ قدر الله وما شاء فعل. طب انت البزنس متقدم ليه؟ ده عقلي بقى، ده انا شغال يا راجل، ما لهاش دعوه بقدر. لا، ربنا ما قدرش كده، ربنا ما قدرش الفشل والخيبه اللي فيها المسلمين، ده سعي المسلمين وهمتهم الضعيفه. فعمر بن عبد العزيز يقول ان لي نفسا تواقه ما تاقت الى شيء الا وايه ووصلت اليه، وما وصلت الى شيء الا وتاقت لما هو اعلى منه، حتى وصلت الى الخلافه اعلى منصب في الدوله. قالوا والى ما تتوق؟ شوف النفس، قال تتوق الى الجنه. عاوز الجنه بقى، ما كل ده حيروح، عاوز الجنه خلاص. اللي بعد الخلافه هي الجنه، الخلافه ملك الدنيا، وعاوز ملك الايه؟ ملك الاخره. الحج فكرنا بكده يا جماعه، ملك الاخره. ولذلك سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم لما جاءه ملك الدنيا عمل ايه؟ اخواته الاحد عشر، وتزوج امراه العزيز، واخذ عرش مصر وملك مصر وكل القصه دي، وابوه وامه وخروا له سجدا. ماذا قال يوسف؟ قال رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره. ايه يوسف، ايه المطلوب؟ انت طمع، عاوز ايه تاني؟ قال توفني مسلما والحقني بالصالحين. نفس التواقة، احنا عندنا نفس التواقة دي؟ هل احنا عندنا هذا الاستعداد؟ الحج يذكرنا بالآخرة، الحج يذكرنا ان الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. خلاص، الناس كلهم سواسية، الكبير والصغير، الوزير والخفير، كلهم سواسية، يقفون في مكان واحد، الثياب واحد والأحذية واحد، وكله أشعث أغبر، كله مغبر، كله معفر، ينادون نداء واحدا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بل ويدعون بدعوة واحدة، بل ويطلبون طلبا واحدا، كله عاوز الايه؟ المغفرة والرحمة. الحاج بيذكر بكده ويذكرك ان الدنيا ما تستحقش دنيا. ايه الكلام؟ بيذكرني بموقف لسالم بن عبد الله، كان من الزهاد العباد، وما حاجة الأمة الى العباد والى الزهاد، العباد والزهاد الذين تستمطر بهم الرحمات وتفرج بهم الكروبات. الأمة محتاجة كده، الأمة تحتاج إلى أناس ربانيين يرفعون أيديها لله حتى يكشف عنها كربتها. اللهم أمين يا رب العالمين. سالم بن عبد الله كان في بيت الله الحرام، ودخل الخليفة أو الحاكم اللي هو هشام بن عبد الملك، فدخل هشام بقى بالأبهة والعظمة بتاعته دي، فراح لسالم، وكان سالم من الصالحين، وقال يا سالم ألك حاجة؟ يلا، مش عاوز أي حاجة كده من الملك ولا من الخليفة ولا من يعني، ألك حاجة؟ فقال سالم، وكان رجلا زاهدا ورعا، قال يا هشام أستحيي، هو في البيت الحرام، أستحيي أن أسأل غيره وأنا في بيته. يا أخي دي قلة ذوق وقلة أدب، أننا يعني نسأله ما أنا عندك في بيتك، ونتصل بواحد تاني، والله ممكن تعمل لي مثلا كده دليفري كده، او تعمل لي تو جو. يا اخي انت في بيته، بيت الكرم. قال استحي ان اسال غيره وانا فين؟ وانا في بيته. فالكلمه اثرت في هشام، يعني المته امام الحاشيه يعني. فانتظر وترقب سالم حتى خرج خارج الحرم، وراح له وقال يا سالم ها نحن قد خرجنا، يلا احنا برا الحرم، الك حاجه؟ فسالم قال له من امر الدنيا ام من امر الاخره؟ انت حتديني من الاخره ولا من الدنيا؟ قال من امر الاخره، من امر الدنيا معذره، قال من الدنيا، اما الاخره انا لا استطيعها. قال له سالم يا هذا، ان الدنيا انا لم اطلبها ممن يملكها، فكيف اطلبها ممن لا يملكها؟ الدنيا انا ما طلبتهاش من مين؟ من المالك الحقيقي لها، فكيف بك انت؟ دي رسالة. الحج يربطك بين الحج، يربطك بالله سبحانه وتعالى، يربطك بالآخرة، التفكير، التركيز، كل حياتك مصبة على وعجلت إليك ربي لترضى. هو ده المطلوب، أن تدخلني ربي الجنة. كان أحد الصالحين يقول هذا، أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى، هذا أقصى ما أتمنى، إن ربنا يكتبك وينعم عليك أن تكون من أهل الإيه؟
من أهل الجنة. رسالة الحج تربطك بالآخرة وتقربك من الله تبارك وتعالى. ثم في الحج أنت تستجيب وتمتثل دون ما سؤال، بمعنى تذهب عند بيت الله الحرام تطوف حول حجر، وتأتي عند الركن اليماني تمد يديك فتمس الحجر من السنة، وتأتي عند الحجر الأسود فتمد شفتيك لتقبل الحجر إن استطعت، ثم تذهب إلى الصفا والمروة فتسعى بين حجر وحجر، ثم تذهب إلى عرفات فتقف على حجر، ولك الحجرة دي تؤفين فوق منها بقى، ثم تذهب إلى مزدلفة فتلتقط الايه الحجر، ولك عاوزين 70 واحدة مش 69 ولا 71. طب ينفع 770؟ كان واحد بيسألني بيقول لي يعني يا لازم نرمي بسبع حصيات؟ ممكن 8؟ لا. طب ممكن 6؟ برضو لا. وضربت له مثال، قلت له المفتاح بتاع السيارة، كي بتاع السيارة ده بتروح تمل عليه كابي مش كده؟ فالرجل بتاع المفاتيح بيقول لك في 3 أسنان كده، بيقول لك ايه رايك نخلوك مفتاح كده بروفيشنال ب6 أسنان، يبقى فيه 6 مش هيفتح. طب خليه فيه 2 ومش فات، هو ما يفتحش الا بكام؟ ب3. ربنا قال 7 يبقوا 7، والظهر 4 يبقى 4، ورمضان 30 يوم يبقى 30 يوم. يبقى احنا نعمل ايه؟ تلك حدود ايه؟ تلك حدود الله. وذلك ربنا قال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. تلتزم، تمتثل. المغرب 3 والصبح 2، هو كده، سألش ليه. فيقول لك ايه في الحج بقى؟ الكعبة حجر مش كده؟ طف حول هذا الحجر، والركن اليماني حجر، امسح هذا الحجر، والحجر الأسود حجر، قبل هذا الحجر، والصفا والمروة حجر، اسعى بين الحجرين، وعرفات حجر، قف فوق هذا الحجر، ومزدلفة حجر، التقط منها الحجر، وإبليس نفسه ايه؟ حجر، اضرب هذا الحجر بإيه؟ بحجر. هو كده. فأنت تمتثل، تقول سمعنا وأطعنا، دي رسالة، رسالة في الحج لكي نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. هو كده يا إخوة. فما تجيش بقى هناك تستجيب وهنا تقول إيه؟ أصل يا عم الشيخ أوعى تعملي بقى ترجع لي زي ما كنت تاني. لا مش عاوزين أصل، بالله عليك، ربنا قال كده يبقى كده خلاص. تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا ما يذكرنا به الحج، أو هذا ما يعلمنا إياه الحج، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وبعد، الحج يذكرنا بالآخرة، الحج هو امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، وحال السعي بين الصفا والمروة، أسأل الله أن يكتب لي ولكم سعيا، يتردد العبد بين الصفا والمروة، والمروة 7 مرات. إيه الحكمة؟ من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا، 7 أشواط. كأن العبد يتردد ينتظر الرحمة. أبي حامد الغزالي يقول في إحياء علوم الدين: أخذت أفكر في الحكمة من السعي. يعني ليه يفضل واحد ريق؟ مش عشان خاطر هاجر مشت 7 مرات وخلاص، لا، فيها حكمة. قال: ذلك مثل الأجير أو العبد أمام سيده. لما السيد كان زمان الناس سادة وفي عندهم عبيد، أو صاحب البزنس وعنده واحد شغال، فكان السيد يعمل إيه؟ يأمر العبد، بيكلفه بعمل معين، فالعبد يروح يعمل العمل، بس خد بالك نفسه سيده يراه وهو بيعمل إيه؟ العمل. فيبقى في مثلا تبس، في نظرة كده، يعني يتثبت لو هو مكتوب أي كلام، يديله حاجة أعلى شوية، يرفع الراتب بتاعه. فأول مرة العبد يعمل العمل سيده ما يشوفوش، فيعدي كمان مرة،
وبعدين يعمل أي سبب ويعدي كمان مرة. يتمنى من سيده أن ينظر إليه وهو يعمل الإيه؟ العمل. فكذلك المسلم يأتي بين الصفا والمروة ويمر واحدة، ينتظر نظرة من ربه، ثم يمر الثانية، ثم يمر الثالثة، هو ينتظر نظرة فيها رحمة. لو أن الله نظر إلينا نظرة واحدة لكفت، لأنه من نظر إليه نظرة رحمة استحيا منه، فلم ينصب له ديوانا ولم ينصب له ميزانا. نسأل الله أن يدخلني وإياكم الجنة بلا حساب ولا عقاب، اللهم أمين يا رب العالمين. السعي، السعي بين الإيه؟ بين الصفا والمروة رسالة هامة جدا. اسعى اليوم قبل أن لا تسعى غدا، ويوم القيامة ربنا أقول لك وأن ليس للإنسان إلا ما إيه؟ إلا ما سعى. أنت سعيت؟ والسعي مختلف بقى، اللي هناك يسعى بين الصفا والمروة، وانت هنا فاسعوا إلى إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. مش البيع يعني البيع والشراء بس، لا، قال علماؤنا البيع هو كل ما يلهي عن ذكر الله ساعة الصلاة هو البيع. واحد قال لك لا أنا مش أنا نبيع ساعة صلاة الجمعة، ده كلام فاضي، أنا ننام ساعة صلاة الجمعة. طب ما هو ده بيع. واحد قال لك لا 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 أنا هروح عندي مدرسة ساعة صلاة الجمعة، ما ينفعش. طب أنا فتح مكان، أنا ميكانيك هنصلح عرب، ما ينفعش. هذا كله اسمه بيع، كل ما يلهي عن ذكر الله ساعة الجمعة اسمه الايه؟ اسمه البيع. فالمطلوب إذا كان الذي هناك يسعى بين الصفا والمروة فأنت تسعى إلى طاعة الله تبارك وتعالى. في إحدى الغزوات، أختم بهذا الموقف، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، لسه اليوم في الصباح كده رحين معركة غزوة، فوجدوا شاب مفتور العضلات طالع في الصباح كده، بسم الله ما شاء الله رشيق طول في عرض، فظن الصحابة ومعهم عمر أن هذا الشاب جاء ليغزو معهم ويجاهد معهم في سبيل الله. فمر عليهم الشاب وألقى السلام ثم انطلق، يعني ما وقفش معهم، مشى يعني. فقال أحد الصحابة يا ليت هذا الشاب كان معنا في سبيل الله. خد بالك، يا ليته كان معنا فين؟ في سبيل الله، رايحين يجاهدوا. فأراد النبي أن يصحح المفهوم فقال لهم إن كان هذا الشاب خرج، خد بالك من كلمة السعي هنا بقى اللي أنا عاوزها، إن كان هذا الشاب خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيله، فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها، يعني بيعمل سيف ماني عشان يحوش ويعمل يكون نفسه يعني، وإن كان خرج يسعى ليعف نفسه عن الحرام فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى بطرا ورئاء الناس فهو في سبيل الشيطان. السعي المطلوب. ولذلك في الأثر إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعي على المعاش. اشتغل، تحرك، ابذل طاقة، اشتغل مرة واثنين، لكن شغل دنيا شغل آخرة، اربط الدنيا والآخرة. يا إخوة، كما قلت في الأسبوع الماضي في درس الأخوات درس النساء، قلت لهم إن الدنيا ضرة الآخرة. عاوز نضرب مثال للناس، النساء يفهموها إزاي؟ إن المرأة بتكره الضرة، لو كانت الضرة بتاعتها عائشة هتخلص عليه، هم كده نساء. فقلت لهم حديث النبي الدنيا ضرة الإيه؟ الآخرة، فمن أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته إيه؟ أضر بدنياه. طب والحل؟ قال فآثروا، يعني اختاروا، فآثروا ما يبقى على ما إيه؟ على ما يفنى. الحج بيربطنا بالآخرة، يربطنا بهذا، والسعي كذلك يذكرنا بسعينا. اسعى إلى مين؟ اسعى إلى الله سبحانه وتعالى. الحج كثير فيه من الدروس والعبر، خذنا منها جزء اليوم ونستكملها في الأسبوع القادم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، وفقنا اللهم لما تحب وترضى، اجعل جمعنا جمعا مرحوما، اجعل افتراقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اكتب لنا جميعا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا جميعا حج بيتك الحرام وزيارة رسولك الكريم. اللهم ارزقنا زيارة رسولك الكريم. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا وأنت الكريم إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحج مبرور وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم احفظ بلاد الإسلام من كل سوء. اللهم فك الحصار عن المحاصرين. اللهم فك الحصار عن المحاصرين.
اللهم فرج كرب المكروبين، احفظ دماء المسلمين، احفظ دماء المسلمين، اجعل بلادنا امنا وامانا، سلما وسلاما، اجعل بلاد الاسلام سلما على اوليائك، اجعلها حربا على اعدائك. اللهم من اراد بلادنا ومقدراتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد بلادنا واهلنا بسوء فاجعل كيده في نحره وارنا فيه عجائب قدرتك. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفق حجاج بيت الله الحرام الى ما تحب وترضى، واكتب لنا جميعا في اقرب وقت حج بيتك الحرام بكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وقوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا